حريري رحب بدعوة العماد ميشيل عون وأيد خطابه الذي يطالب بتغيير وضع الوضع الحكومي، وجنبلاط أيضا تحدث عن ضرورة إجراء تعديل حكومي. ما الذي يحاك خلف الكواليس؟ نعم، في الواقع علينا أن نحدد ما المقصود بكلمة تغيير، لأنه لو سمعنا ما قاله رئيس الحزب التقدم وليد جنبلاط، قال تحدث عن تعديل، والرئيس عون لم يقل تغيير حكومي. والمقصود كما فهمناه، إن كان من الحريري أو كان من جنبلاط أو من عون أو من البطريركية المارونية، هناك حديث عن تعديل. وبالتالي أعتقد أن هذا الحل سيكون حلا ناقصا، لأن المزاج الشعبي اليوم لم يعد يقبل أنصاف الحلول. ثم لو فعلا جئنا إلى التعديل، ما هو المطلوب؟ هل سيقبل الرئيس عون أن يخرج وزير الخارجية ورئيس حزب التيار الوطني الحر ورئيس أقبل كتلة برلمانية وصهر الرئيس؟ هل سيقبل الرئيس عون بإخراج جبران باسيل من الحكومة؟ لا أعتقد ذلك مطلقا. وهل سيقبل الرئيس بري بإخراج وزير المالية؟ لا أعتقد ذلك مطلقا. أعتقد أن هذه ورقة قد رميت، وإذا كان هناك تعديل لن يطال الأشخاص الذين تحدثنا عنهم. نقطة أولى. النقطة الثانية، يعني قبل قليل قلنا هناك حالة استثنائية في لبنان، يعني اليوم نتحدث عن ثورة، لم يعد هناك كلام عن انتفاضة، لم يعد هناك كلام عن تحرك، عن احتجاجات، ثورة ثورة ثورة. إذن هناك مزاج لبناني جديد، عابر للطوائف، عابر للأحزاب، عابر للحساسيات. وبالتالي أعتقد أن هذه الأجوبة الجزئية على ما يطالب به الشارع، هذا سيزيد الأمور تعقيدا وسيدفع الأمور نحو تصادم. وما حصل اليوم في ساحة رياض الصلح وما حصل بالأمس في النبطية، أعتقد أنهما مؤشران يتعين على اللبنانيين أن يأخذهما بعين الاعتبار، لأنهما يعني يحملان تهديدا في مكان ما. وأعتقد أن مسؤولية الجيش، مسؤولية الرئيس الحريري، مسؤولية الرئيس عون هي أن يمنع حدوث مثل هذا الأمر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، كيف الحل؟ إذا كان الحوار لا يفيد وإذا كان التعديل لا يفيد، أعتقد أن الخطوة التي يمكن أن يقبلها الشارع اليوم هي التغيير الوزاري ككل. لا أعرف إذا كان سيكون ذلك مع عودة الرئيس الحريري أو مع غياب الرئيس الحريري، ولكن اليوم مطلوب تغيير جديد، وصول وجوه جديدة يمكن أن يثق بها الشارع، وإلا فإن الأمور ستسير وما الذي يمنع هذا التغيير؟